حياته إلى سوق الساقطية في حلب القديمة بعد إنهاء ترميمه بخبرات وطنية وافتتاح عدد كبير من المحال التجارية من قبل أصحابها وانطلاق أعمالهم فيها. أكثر من 50 محلاً في السوق عادت إلى النشاط من جديد، إلا أنه تبقى بعض العوائق كما يرى أصحاب المحال التي تؤثر على عودة الحركة التجارية إلى سابق عهدها. سوق الساقطية يعني الحمد لله فعلا هو رجع أحسن من أول بكثير، كترميم كمعالم أثرية صار يعني أفضل بكثير من أول، رجعت الصورة الحقيقية للسوق. يعني هلا بالنسبة للعمل يعني ما بدي أقول لك إني رجعت الأمور مثل ما كانت قبل الحرب، لا، ولكن الحمد لله رب العالمين يعني نوعا ما الوضع أحسن. يعني المشاريع اللي عم تصير كمان عم تأثر على حركة الجيبان البشرية لهون. بتمنى يكون الحركة أسرع من هيك من ناحية المشاريع، خاصة في حلب القديمة والأسواق القديمة. هلا عند بصلح السوق بمشي حاله بصير أجر أكثر. لسوق الساقطية أهمية استراتيجية، حيث يعتبر من أهم الأسواق القديمة في مدينة حلب، لذلك حرصت الجهات المعنية على الاهتمام فيه قبل وبعد الانتهاء من ترميمه وعودته للعمل، مما ساهم بانتعاشه شيئا فشيئا أملا بعودته إلى سابق عهده. نحن قبل ما ندخل على السوق كان مهجور، منظره محزن لأنه للأسف كان هو درة الأسواق. نحن هلا بنشوف رجعنا على السوق، رجعت الفعاليات، طبعا نشكر جميع الفعاليات التجارية على عودتها، رجعت فتحت محلاتها، رجعت حاولت أنه تقول نحن موجودين وراح نرجع نستمر بالحياة في هالمدينة القديمة. فنحن هلا دورنا إعادة تقديم الخدمات، طبعا خدمات كلها نحن منحافظ عليها. ثانيا أنه ما نرجع مرة ثانية على أعمال يعني مثل ما بنقول فوضوية أو مخالفات، فنحن عم نكبحها بأرض. جهود كبيرة من قبل أصحاب المحال التجارية والجهات المعنية لتنشيط ودفع العجلة الاقتصادية والاجتماعية للسوق، لتبقى حلب معروفة بأسواقها وتاريخها العريق. يعتبر هذا السوق محور مدينة حلب القديمة، حيث بدأت الحياة تعود له من جديد ويعود إلى ألقى. يحرز السوريون النصر في مسيرتهم، لأن الشمس تحزن إذا لم تلامس بخديها سماء الشام، وتأبى إلا أن تنثر شعاعها الذهبي على سوريا الأبية، ليسمو السوريون بوطنهم رغم أنف الحاقدين، حاقدون على سوريا فقط لأنها عربية الهوى والنسيم، أصيلة لا تحيد بوصلتها عن القدس.